فات وقت السحور. انا فيق بابا. بابا حبيبي ماما السحور. شو فيها بابا؟ بس صار وقت السحور. يلا يا حبيبي. ها يا كريم بدك تصوم انت يا دنيز؟ ايه كده بابا ان شاء الله لما تصيام ان شاء الله. برافو عليك يا بطل انت. يلا بقوم لحق نسحر حبيبي. يلا يلا اعطيني ايدك عشان نجهز السحور سوا. يلا يا كريم. يلا راح يصير وقت السحور. بابا دنيز. بابا دنيز. دنيز شوفي بابا. لا حبيبي ما بدك تقوم تسحر معي مشان بكره نصوم؟ لا بدي. ليش يا بابا ما بدك تصوم بكره معي؟ عرفتي صوم الساعه الصغير. لا حبيبي صرت كبير بتصوم معي؟ لا بدي اتعب. الله دخيلك شو بدي اسوي لك؟ الله يهديك يا ابني. خلي لي يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. اهلا وسهلا بدنيز. صباح الخير يا بابا. صباح الخير بابا. شو هالنشاط الحلو هاد؟ شو يا دنيز صايم اليوم ان شاء الله؟ ايه بابا صايم ان شاء الله. حبيبي انت يا شطور برافو عليك. ما رح تتعب يا حبيبي؟ لا انا بطل لا اتعب ان شاء الله. برافو عليك يا بطل الله يجعلك من الصالحين. اليوم رح جيب لك احلى افطاري. يا بابا شو حابب جيب لك؟ شو مشتهي؟ تكرم عينك يا دنيز كل هدول رح جيب لك ياهم حبيبي. تستاهل انت لانك بضايب شطور. اهلا وسهلا دنيزو. شفت؟ ايه اهلا وسهلا. الواحد بيقول صباح الخير. كيفكن يا ماما وبابا؟ ماما تيجي عن سبات افطور؟ لا يا ماما افطور شو الدنيا رمضان ما بنفطر نحن. خلص تسحرنا هلا بنستنى الافطار المساء. بس انا كتير جوعه انا سحرت. ليش ما سحرتي بابا؟ ما فيقناك ولا لك تعال تسحر معنا هاي مشكلتك. بس انا عملت صوم. حبيبي نحن برمضان ما بنسوي فطور بدك تحمل لوقت الافطار. يا الله انا كتير جوعه كيف تتحمل؟ والله بدك تتحمل يا حبيبي نحن برمضان ما بنعمل فطور. يا اما روح دبر حالك بشي اكله من البراد. يلا ادبي 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 اتاكل. شو لقيت شي تاكله؟ انا ادعي علبة الحليب. يلا اشرب حاجتك. بابا ودنيز ما قلتوا لي شو بدكم تفطروا اليوم؟ اليوم بدنا ناكل على زوج دنيز لانه هو صايم. شو جاي على باله نحن بنفطر معه؟ اي والله لانه صايم اليوم لازم نساله هو شو بده. شو مشتهي يا قلبي؟ فكر شو مشتهي لنا. بيتزا. يا قلبي مشتهي البيتزا تكرم عينك. هلا قبل الافطار بنروح انا وياك وبنجيب احلى بيتزا. يلا بدلا. تكرم عينك بدي اجيب لك وحده كامله لك بس عليها مارتديلا. كل ما بتصوم بدي اجيب لك اطيب الاكلات اللي بتطلبها تكرم عينك. يا كيف بدي صوم. برافو عليك يا بطل. ماما شو طبخة؟ عاملت لكم مقلوبة. الله تحبها. طيبة يا ماما المقلوبة بالعكس فيها رز ولحمة انت بتحبهم. أنا ما بديش تخلصي. لسا مطولة يا ماما لا يقدن المغرب لا يصير وقت الإفطار. تستنى المساء؟ ايه طبعا يا ماما الدنيا رمضان هلا بناكل وقت يقدن المغرب. بس أنا كتير جوعان. ليش عم تعيط؟ وإذا يعني جوعان بدك تستنى بدك تتحمل. ما بصير يا ماما بدك تستنى معانا. يا الله اليوم بدك كتير جوعان. شوفي شوفي شو صوت العياط هاد؟ مين عم يعيط؟ هاد دنيز. ليش عم تعيط يا دنيز؟ تيجوا على الا انا هاكل المساء. طبعا ما رح ناكل لا يصير وقت الافطار. دنيا رمضان شو بدك اسوي لك اكل لك هلا؟ طيب تقولي بيتزا اكل. بالله ابنك بيتزا؟ شاطر والله ما في بدك تستنى وقت الافطار. يلا روح روح لجوا استنى. يلا يا الله اكل بسكوتة امر الله. أوه
شو متخبي بالزاوية عم تاكل؟ عرفان حالك يا مفطر، خايفان حدا يشوفك. عم تشرب عصير كمان. حبيبي دينيز، لأنك صايم هلا رح أجيب لك إفطاريات كتير طيبة، أطيب الأكلات رح أجيب لك. معلش يا بابا لأنك صايم وحباب، بس ما بتاخذ اللي بدك اياه. شكرا بابا. سامحني تلعب بسكوت الطيبة. خذ خذ حبيبي، خذ شو ما بدك، اكرم عينك. خذ هديك بابا حاج. يلا حبيبي مشي انفع حقك. شو؟ اشتري شغلة وحدة بس. عزمني وليلة الصبح. شكرا ريفلكس، الدنيا سامح ما بصير تفطر. انا عم صفر. اوه يلا بامبون بدوقة مامي. عم تفتح الاكلات وعم تاكلهم قدام العالم فوق ما الدنيا رمضان. اه شو هاد؟ قوم قوم ما بقى اخذك على الماركت، يلا قوم على البيت، يلا ما بقى في مشكله، يلا على البيت. شي شوف يلا لشي اكلات تاكل. مضحنا قدام العالم، يلا مشي. يلا جيتوا؟ قلت له دنيز هاي خبزة الصايم، أنا حباب وصايم، شوف محلاها. يا عيني. يلا يا لك والله. يلا بابا، أدن أدن، تعال نقرأ الدعاء سوا، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني لك صمت وبك آمنت. بالظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بالظما إن شاء الله. بعطي التمرة. بسم الله. برافو عليك يا بابا انك كملت الصيام، الله يرضى عليك ويقويك. خليني اياك يا بابا تنزل صيام السحر. اي عيل قدن قدن افا خيلي قدن ما تجوع. لك شبك شبك طول بالك، زمانك صايم ليش هيك عم تجمع الاكل؟ سبب الله يا بابا كل شوي شوي. جوعان بدي اخذ الاكل، جوعان بدي اكل. والله يهديك يا ابني، الله يهديك يا رب. ايه والله بابا يلا تأخرنا لتهيت المسلسل والله، الله يرضى عليك يا ابني. نحنك ذكرتني يا حبيبي، الله يرضى عليك. يلا بابا توضي. لا يا بابا استنى انا دقيقة رح توضى واجيك. يلا بابا لا اطلعك. لا حبيبي انا جاهز، تفضل نروح. يلا بابا يلا حبيبي يلا امروا على صلاة التراويح. يلا حبيبي صاروا التراويح، يلا 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 امروا على الصلاة، يلا تركوا لعب حبيبي، يلا امروا على الصلاة، يلا فورا. ادي دوح على ما بصير يا بابا حرام، هو بس بشهر رمضان في صلاة التراويح، يلا امروا فورا. ابدي اتعب كثير يا بابا، هي مرة بس سنة، يلا ما بصير مشي معي. ابدي بابا بابا خلص روح على تراويح دوح، ابدي العب. رح روح لحالي، الله يهديك يا ابني. انتو شو بتقولوا، دنيز من ابن المفطر ولا ابن الصايم؟ طبعا دنيز هو من ابن المفطر، بس هو حباب يعني هو بيحاول يصوم، عم يحاول يصوم لصلاة الظهر لصلاة العصر، يعني عم نحاول نخليه يتعلم لانه هو لسه صغير، صح يا دنيز؟ دنيز حاول هيك تحسسه بجو رمضان، حاول نعوده من هلا مشان قدام ما يصير صعب عليه. عم نحاول يعني ما نضغط عليه على راحته شوي شوي. انا من الصبح كلياتكم ها؟ تعلموا انجليزي. وهيك بكون خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، واذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك. باي الفيديو، باي باي، شوفوا الفيديو اول شيء، حطوا لايك الفيديو، شوفوا الفيديو، باي باي. يلا بنشوفكم فيديو جديد، باي باي.